بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. دائما ما ترد إشكالات، تساؤلات حول المواضيع التي تطرح في طوال موسم شهر رمضان، وقد أفردنا هذه الليلة للإجابة على هذه الإشكالات والإجابة على هذه التساؤلات، ولكي نصل وإياكم إلى الحقيقة. هذه الليلة ليلة حوارية بيني وبينكم في ماتم المرخ، قرية المرخ الحبيبة. انتظرونا.